انتشر الفيروس المستجد وأصبحت كورونا كابوساً أقض مضجع العالم. غلقت الفضاءات وعلقت الرحلات وطال الإغلاق أغلب مرافق الحياة. أفتى العلماء بوقف الجمع والجماعات ورخصوا بالصلاة في البيوت. مرت الأيام وتوالت الشهور والروحانيات غائبة. رمضان بلا تراويح وعيد بلا طعم وجمعة بلا صلاة. وقد تفهم عامة الناس وقف أداء صلاة الجماعة بالمساجد انطلاقاً من مقاصد الشرع الرامية إلى سلامة الأبدان لحفظ الأديان والداعية إلى عدم الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة. وأبانوا عن وعي صحي وحس تنظيمي قل نظيرهما في مؤسسات أخرى. لكن وبعد رفع الحجر الصحي وعودة النشاط لأغلب المرافق الخاصة والعامة وقيام المؤسسات الرسمية بفتح الأسواق والمعامل والإدارات واستمرار إغلاق المساجد، بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، لا سيما بعد تتابع فتحها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. الأمر الذي خلف تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر العديد من المواطنين عدم إخداع المساجد لنفس المنطق الذي دبر به المسؤولون بقية المرافق، معتبرين هذا التعامل تمييزا غير مبرر، حيث تساءل بعضهم باستنكار: هل اتخذت كورونا من المساجد سكنا؟ هل قرار فتح جزئي للمساجد كان مجرد إجراء اضطرت إليه الوزارة لإسكات الأصوات المنادية بفتح المساجد؟ أم كان المقصود منه رفع الحرج والملام عنها إزاء التناقض الفاحش بين فتح المرافق الاقتصادية الأكثر اختلاطاً والمرشحة أكثر من غيرها لنقل العدوى في مقابل إغلاق خير البقاع على وجه الأرض، بيوت الله التي هي محط جلب السكينة للمواطنين وموطن التضرع الجماعي لرفع الوباء عنهم؟ دابا الحمد لله قاوي تحلوا جميع المتاجر، تحلوا كل جميع المسائل، تحلوا الا جوج ديال المسائل، كاين الحمام وكاين الجامع. بقات سميتو شويه غامضه، واش كاين شي مشكل تحلوا المساجد وكان شويه التباعد؟ ثم ما نصيب صلاه الجمعه من هذا الفتح التدريجي للمساجد؟ فهل تضمن الوزارة الوصية للناس الوقاية والاحتراز في صلاة الجماعة كل يوم 5 مرات؟ وتعوزها الوسائل والإمكانات التي بحوزتها لتنظيم صلاة الجمعة مرة كل أسبوع يتضرع فيها الصادقون إلى المولى بكشف الكرب وتأجيل الفرج؟ أمر مريب وغير مفهوم هذا الإصرار العجيب الغريب على تعطيل صلاة الجمعة بينما الأسواق والمدارس والمقاهي في كامل نشاطها. في المسجد يتعلم المسلم ترتيب الصف والانضباط لأقوال وأفعال الإمام، فهل يعجز عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يوصي بها أهل الاختصاص؟ لقد أثبت الواقع حقيقة ناصعة مفادها أن المساجد المفتوحة طبقت ولا تزال الإجراءات الاحترازية الصحية، وتفانى المصلون في حضور المساجد حاملين سجاداتهم الخاصة وأكياس وضع الأحذية، كما التزموا بالتباعد أثناء تأديتهم الصلاة. ولا يظنن أحد أن في الدعوة إلى فتح المساجد واستئناف خطب الجمعة دعوة للتفلت من الإجراءات الاحترازية، بل إن في ذلك دعوة لاحترامها ومراعاتها وشفاء للأرواح المتعبة وطمأنة للنفوس والقلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يتناقل الناس صوراً من الشرق والغرب لدول أبدعت ولا تزال في تنظيم الجمع والجماعات، إجراءات تدبيرية، معدات صحية، موظفون رسميون، فرق من لجان المسجد وفرق أخرى من المتطوعين يشتغلون بتفان خدمة لزوار بيت الله وضماناً لتطبيق شروط السلامة. فهل تعجز وزارة التوفيق بميزانيتها الضخمة والآلاف من أطرها وموظفيها عن تنظيم موعد أسبوعي لا يتجاوز مدته ساعة؟ هل خان التوفيق القائمين على الشأن الديني فعجزوا عن إبداع حلول تناسب الظرف وتحافظ على الأمن الروحي الذي طالما تغنوا به شعارا؟ الظاهر أن الوزارة التي استفردت بالشأن الديني لا يندرج ضمن أولوياتها هذا المقصد الشرعي الحكيم الذي يضمن مصالح الناس في العاجل والآجل ويرفع عنهم الضيق والحرج مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة ومواكبة تطورات الحالة الوبائية للبلد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المعتدين. جعلنا الله وإياكم والمستفردين بالقرار السياسي والديني من المعتدين.